السلام عليكم. نقول حنا في العامية فلان يبهر السوالف، اللي هو يضيف على الحادثة أو القصة الحقيقية شيء من الكذب حتى يزينها يبهرها. يقول خالد بن صفوان، وجدت هذا عند العرب معلوما، يقول خالد بن صفوان: إني لا أسمع بالحديث فلا أحدث به حتى أتوب له وأفلفله وأزعتره، عشان أني تطلع السالفة جميلة. قال: وإني لا أسمع الحديث مجردا فأكسوه وممرطا فأريشه. الوكاد أن الله بلاك بذا. المهم أنه يكون الكذب البهار هذه ما تضر، يعني تضفي وناسة على سفر لكن ما تضر. وقد استثنى الشارع من الكذب في ثلاثة أحوال: الكذب على المرأة بقصد تطييب خاطرها، أنت والله أنش أجمل من شفت وأنش أحلى واحدة، وهي يمكن يعني وجهها ينقض الوضوء. والكذب على العدو بقصد دفع شر، الكذب على العدو بقصد أن يدفع شره عن المسلمين. والنوع الثالث: الكذب للإصلاح بين المتخاصمين من المسلمين. وقيل لرجل: متى يحمد الكذب؟ قال: إذا قرب بين المتقاطعين. ومتى يذم الصدق؟ قال: إذا كان غيبة، كما جاء قال: فما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكر وراء ظهره بما فيه، هذا من الغيبة. فالكذب الذي يكون في جمع القلوب والإصلاح هذا من الكذب المحمود. وسلامتكم.